وطبعا كان جزء من كلامه بيوجه طبعا تحيه وتقدير لكل اصحاب الهمم، والجدير بالذكر واحنا بنتفرج مع حضراتكم على الكلمه او بنسمعها، يعني محمد كان باصص على الشاشه وبيوجه كلامه لكابتن محمود الخطيب بيقول له انا بحبك قوي. انت برضو قابلت كابتن محمود الخطيب؟ انا طبعا قابلته فين؟ قابلته انا سمعت ان كان في مره مسابقه ما هو كان لا صاحب. هو هم كان محمد كرم كان مترشح لبور المانش يعني بس قبل جت الكورونا وقفت، فكان اللي كان معمول الاختبار في مرسى النادي الاهلي فكان اللي ادى بدء الاشاره هو كابتن محمود الخطيب، هي اشاره الانطلاق، فاحنا بنثني عليه وهو كل الشكر. وانا اعرفه مش اعرفه، احنا اهلاويين بقى معلش بقى مالناش دعوه احنا فيعني عشان كده محمد مديني البوم من ضمن مجموعه البومات تقريبا كل رموز وايقونات النادي الاهلي كلهم متصورين مع محمد. انا اصلا انا عايز طبعا اشكر طبعا قناه النادي الاهلي انا اصلا بشجع بروح اهلي عايز اقول لك بشجع بروحي النادي الاهلي طبعا. اصلا عشان مهندس عشان كابتن محمود محمود الخطيب بس هو انا مش عارف اقول ايه، هو فعلا تحياتي هو طلع كلمه حلو جميل ما شاء الله. واحنا بنتكلم يا محمد شايفين لك بص الفيديو الحلو ده، ده كان فين ده يا محمد؟ انا كنا في بسم الله ممكن تكون في محميه راس محمد الله عشان هو نزل تحت مبادره مصر تستطيع يكاد يكون نزل في جميع يعني نزل شرم مرتين ثلاثه، نزل الغردقه، نزل مرسى علم، حضرتك احنا رحنا 12 ساعه مرسى علم دي مفتوحه في البحر الاحمر، ونزل اسكندريه في الميناء الشرقيه يتتبع الاثار يعني يشوف الاثار الغارقه، فنزل حاجه كتيره قوي وعلى يعني لغايه 15 متر. طب انا برضو عايز اسال حضرتك على حاجه، بس دي حاجه مهمه يا محمد نسال ماما عنها. اول مره حضرتك خدتي قرار يعني قرار ان انت لازم تخلي محمد ينغمس في دنيا الرياضه الى ان انتهى بيه المطاف كبطل رياضي في العاب مختلفه الحقيقه، يعني خدتي القرار ده بناء على ايه؟ ولخص لنا كده المشوار اكيد الصعب اللي حضرتك مريتي بيه. بص حضرتك هي انا ما خدتش قرار، احنا في الاول محمد لما ربنا يعني عرفت ان هو كيس ما ف خلاص توكلت على ربنا وبقيت اي حاجه اسمعها تاخد بايده من هو مش عايزه اقول لك ان انا ما وزعتش السبوع بتاعه لان انا ما اعرفش لان هو ما عندناش حد في العيله كده، بس انا تقبلت يعني بعدها باسبوع ب 10 ايام كده تقبلت بقى الموضوع ما همنيش هو ايه، فابتديت اسلك ان انا اخليه يعتمد على ذاته يعرف اتعمل ازاي، ما اعرفش عنه اي حاجه لغايه ما ابتدى دخل مبكر بقى وجلسات وتخاطب وكل حاجه تتخيلها. وبعد كده حبيت بقى ان هو ايه الرياضه، بس كنت داخله الرياضه من اجل ان يحافظ على جسمه، يحافظ على رشاقته، يحافظ على كيانه، لان الولاد معظم ولاد داون سيندروم بيبقوا عندهم استعداد للفات قوي، فكانت الحته دي رعباني قوي، فكنت شغاله على الرياضه من اجل تحسين صحته والمظهر ويبقى فيه انه ينفتح ويبقى فيه مجال للاجتماعيات عشان ما نبقاش منغلقين على نفسنا. يعني انا عايز اقول لحضرتك حضرتك يعني نموذج محترم للام المصريه، انت ام مثاليه الحقيقه بالمعنى الحرفي للكلمه، وربنا يقدرك وان شاء الله يفرحك كمان محمد كمان وكمان محمد. احنا بمناسبه الكلمه بتاعت الام المثاليه محمد كان هيجنن عشان يخليني حاجه كان بيعملها من غير انا ما اعرف والله، كل ما يقابل حد عايز ماما تبقى الام المثاليه وهو مش عارف طبعا، بس انا فوجئت للناس اللي بتقول لي محمد كان بيعمل كذا. يكفي ان بشهاده كل الناس اللي حاضرين حضرتك مدين لك اللقب بغض النظر عن اي شهادات رسميه. انا نجاحي اللي في محمد هو ده دنيتي، ربنا يفرحك بيه، يعني فرحتي ربنا يفرحك بيه. احنا محمد انا للاسف احنا لازم نطلع حالا لان الوقت خلص، بس هنكمل كلامنا مع بعض. انا بس بشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتني وشرفتني. نفسي ميرسي ليك، انا نفسي اشكر طبعا حضرتك، انا نفسي نفسي اثر فاشنج مكان
من كل حته. هو نفسه يعمل دايرن في اماكن كتيره ان شاء الله يحصل باذن الله، ونتفرج بقى بعد كده على الصور والفيديوهات الحلوه بتاعته.